وصل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى مقر إقامته بالعاصمة الفرنسية باريس للمشاركة في القمة الدولية ميثاق التمويل العالمي الجديد، وتستضيف فرنسا في 22 و23 يونيو الجاري القمة الدولية من أجل ميثاق مالي عالمي جديد بدعوة من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بمشاركة عدد من رؤساء الدول والحكومات وعلى رأسهم الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى جانب مسؤولي كبرى المنظمات الدولية وممثلي المؤسسات المالية العالمية وممثلي القطاع الخاص والمجتمع المدني. خلونا نشوف تقرير عن وصول فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي لفرنسا. غادر السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي أرض الوطن متوجها إلى العاصمة الفرنسية باريس للمشاركة في القمة الدولية ميثاق التمويل العالمي الجديد. المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي صرح بأن مشاركة السيد الرئيس في هذا الحدث المهم تأتي تلبية لدعوة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في ضوء العلاقات الاستراتيجية الوثيقة والمتنامية التي تربط بين مصر وفرنسا، فضلا عن دور مصر الفاعل على مستوى الاقتصادات الناشئة بشكل عام. ستسعى القمة إلى تعزيز التعاون الدولي من أجل صياغة الآليات المناسبة لتوفير التمويل اللازم لتحقيق التنمية المستدامة المنشودة في تلك الدول.